مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا متحف التراث البحري. وحلقتنا اليوم عن أحد مصائد السمك اللي كانت لها دور رئيسي في الكويت القديمة، واللي كانت منتشرة على طول سواحل الكويت، وهي الحضرة. طبعا هذا اللي قدامنا هذا مجسم عن الحضرة، لكن الحضرة موضوع كبير. الحضور تخصصوا فيهم اخواننا العوازم من قديم الكويت، وهم اللي كانوا يصنعونهم، وهم اللي كانوا ينصبونهم. لكن الحضور قبل ايام الكويت القديمة ما كانت مثل هذه بشباك الحديدية، قبل كانت تصنع من قلامة، من 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 القصب، من القلامة. فكانوا يصفونها ويتوبكونها ويعدلونها ويضبطونها ويحطون فيها مرادي، وعقبها ينصبونها. لكن الحضور ما تنصب في أي مكان، لازم راعي الحضرة يكون على دراية، وعلى يعني يختار لها المنصب الزين، المنصب اللي ما يمع وصخ اللوث، يدور لها منصب، طبعا منصب زين، ما تكون طينة ولا تكون رملة، يكون منصب يعني معبر سمكة ويلم السمكة، بحيث انه يستفيد من منصب الحضرة. وما يصير طبعا فيها مثلا تيار ماي قوي او هذا. الحضرة هذه او الحضور قبل لها اجزاء، طبعا هذا الجزء اللي ممتد من الساحل إلين الحضرة هذا يسمونه اليد، هذا الجزء يسمونه اليد. هذا الجزء الدائرة اللي مفتوحة يسمونها البدن، هذا البدن، هذا كله يسمونه البدن. داخل البدن يسمونه الحوش. وعندك أطراف البدن يسمونهم الولالي. قلنا هذا اليد، وهذا البدن، وهذا الحوش، وهذا الولالي. وهني الدائرة الصغيرة يسمونها السر، وهذا اللي تيمع فيه السمك. لكن في حضور تختلف، في حضور اليد مالتها تصير بنص الحوش، وفي حضور تصير بالطرف. هذه الحضرة اللي تشوفونها اليد مالتها طبعا في طرف اللي بالبدن، هذه صيدها تصيد بس بالثبر، يعني ليت الماية بالسجي. طبعا السمكة تطق تدعم وتعبرها تطوف، لكن وقت الثبر تي السمكة وتطق اليد وتباري تباري تباري، تدش تدعم تدعم لين تدش داخل، تدش داخل الحوش، وعقبها تطق تطق لين تدش داخل السر. ومو كل السمك يدش داخل سر الحضرة، في سمك يظل بالحوش. لكن الحضرة علشان تصير قوية ونصبتها ما تنردم الماية وتيار الماي ما يردمها، ينحط لها بياوير حبال، وهذه الحبال تصير لها أطناب في الأرض يدقونها أوتاد وتربط. وطبعا الحضرة لازم تنظف بين وقت ووقت، لأنه تعرف الماي والتيار يجمع مقيص، يجمع زريع أيام لشتة، يصير قصيع. فالحضرة لازم تنظف، التنظف راعي الحضرة عنده منيل اللي هو المنجل نفس المحش، ينظف فيه، يطير النو اللي لازق على المرادي هني، وينظف الحبال يخليها نظيفة الحضرة. إذا مو نظيفة يعني تنهلك بسرعة تروح. فراعي الحضرة لازم ينظف الحضرة ولازم يباريها. الحضرة طبعا مباراتها بالثبر، الماية تثبر باليوم مرتين، ماية بالنهار وماية بالليل.
لكن مايات الليل ما تقص وايد، مايات النهار تقص، لكن في حضور يسمونها حضور برية، والحضرة البرية اللي تصير يم من الساحل لين يعني مطيح الماية، هذه تصير قصيرة وساعات يحسبوا لها ساعات. الحضور البرية أيام الشتاء تصيد البياح تصيد الشعم ساعات، يعني الحضور البرية خصوصا أيام الشتاء السمكة تقرب يم السيف، اللي تصيدها الحضرة البرية ما تصيدها الحضرة البحرية. فبص الحضرة البرية تلقى سمكها غير الحضرة البحرية، سمكها غير، يعني قلنا الحضرة البرية تصيد البياحة تصيد الشعم تصيد السبيطي، وساعات أهل الحضور يسكرون السر، ساعات المزيزي ليدش يطمر يشقحه فيسكرونه بشبك. والحضور البحرية تصيد النويبي تصيد الشيمة تصيد الهامور على حسب منصبها، وفي حضور تصير بفيلكة حتى الربيانة تصيدها حتى الزبيدية تصيدها، لكن كل سمكة لها موسم معين بحسب موسمها تصيد الحضرة. وراعي الحضرة لما يباري الحضرة يعني حتى الحضرة فيها مخاطر، الحضور ما تخلى من اللخم، وراعي الحضرة يعرف وبدرايته شلون يتفادى هاللخمة، لأن اللخمة فيها شوكة سامة خصوصا الطبيجي. وعندنا هم بعد ساعات، مو ساعات، أغلبها يصير فيها فرايل، لكن اليريور نادر ما يدش داخل الحضرة، وساعات حتى الحمسة تدش داخل الحضرة. لكن راعي الحضرة عنده مقم، مقم اللي هو الزبيل العود، وعنده مثل ما تشوفونه هذا يسمونه المسلات. المسلات هذا طبعا قطعتين مرادي فيهم شبك وبعرض يعني متر أو أقل من متر، تحت في مد وفي رصاص. راعي الحضرة طبعاً ليه ودش بالسر، وتصير الماية ما هي طايحة، تصير لي سدرة، فشنو يدش بالمسلات هذا، فيبدي يكرف اللي داخل السر ويكفس المسلات ويكتها داخل الزبيل أو المقم اللي هو معلقة. فدائماً تشوف راعي الحضرة بالمسلات يباري أطراف السر هني يجمع السمك، وليه خلص من السر طبعاً صكه، لأن قبل لا يدش السر هذا في خيط أو في حبل مربوط، فهني المرادي يكونون مسكرين كذي، ف لما يبطلهم يبطل السر ويدش داخل ويباري ليه خلص رد صكه وتوبكه حق صيادته للمره الجايه. بس شنو متوبك السر يخلي فتحه صغيره فيه مبطله اساس السمكه تدش، ما يسكره، اذا سكره ما تدش السمكه. فهذا بالنسبه حق الحضور البريه، لانها تطيح عنها المايه يدش يمكن يلقى السمك طايح بالحوش يلقط السمك، وساعات حتى القبقب يدفن روحه بأطراف، يطبن أطراف تلقى الحوش فينبر يطلع القباقب والحوش لبارا خلاص. عندك بعض السمك ساعات يشير داخل العيون يطلعه وينظفها، وساعات حضرة تصير بحرية وراها متلازقة فيها، هذه ساعات ما تطيح عنها الماية فيدش لها بشنو؟ يدش لها بالهوري. هذا الهوري طبعا
سفينة يجلبونها من الهند، وهي جذع الشيرة محفور، وهذا الهوري استخدموه للحظور واستخدموه حق الغوص، سفن الغوص للتنقل من سفينة إلى سفينة أو من السفينة إلى البر. فهذا الهوري اشتهر في انبارات الحظور لنقل الأسماك فيه، فيعبروا لها بالهوري ويدش راع الحضرة طبعا، لكن انبارات البحرية غير عن البرية. البحرية ساعات الحوش ما يطيح الماي، الماية ما تطيح داخله، فينزلون اثنين من صيادين الحظور ويحطون شرخ. شرخ ما هو كبير، يعني يمكن 4 تبوع وكرب فيه ورصاص فيه ولا مساوي، ويكرفون داخل الحوش. ولا يكرفوا تشفسوا الطاروف أو الشرخ وانشلوه داخل الهوري لين ينظفون الحوش تماما. هني يروح حق السر ويباري لين تخلص لسمتش عنه. لكن ساعات في مناصب تصير 3 حظور، وساعات تصير حظور بحرية 4 حظور، والحظرة صيدها على حسب الموسم. بالصيف صيدها غير، بالشتاء صيدها غير. بالصيف يكثر فيها سمك الميد واليواف، وساعات تلقي التلاقيط من هاليميام وهالخشار، لكن صيد الشتاء الصيد أحسن، يدش فيها الشعب، يدش فيها البطانة، يدش فيها ساعات إذا ما نصب قرقفانة، المشوة، المزيزي، السبيطي يدش فيها، يدش فيها النويبي، النقرور، كل حتى الصبورة، الزبيدية، هذه كلها يصيدونها. وراعي الحضرة طبعاً في حضور في الجزيرة العودة، والجزيرة العودة شلون يبيعون سمكهم؟ في عندهم هواري يدفون يرون فيها لين السوق، وينزلون هناك صيادين يبيعونه على اليزافة. ساعات بالفرضة يبيعونه يليل، واليزافة هم يبيعونه هناك. لكن هم بعد في حضور بجزيرة مسجان، وبجزيرة مسجان اللي باليزر يبيعون طبعا، عندهم سفينة يجون فيها، وساعات لزاد السمك ما يقدرون يبيعونه، يطرحونه ويشقونه ويملحونه. فهذه كانت موضوع حلقتنا عن أحد مصايد السمك المعروفة، وهي الحضرة اللي قبل كانت تصنع من القلام واستبدلوها بالأسلاك الحديدية، لكن الحين جميع الحظور وأغلبها تثمنت وراحت طبعا حفاظا على البيئة البحرية. مشاهدينا طبعا نشوفكم في حلقة ثانية بموضوع ثاني يخص برنامجنا اللي هو متحف التراث البحري، ونقول لكم في أمان الله.